بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسام سمير من قناة تكنو ستور. ان شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض سلسلة الدروس الخاصة بأعمال الدعاية والطباعة. دي هتكون نتيجة درس النهاردة. هوريكم ازاي ان احنا نصمم ديزاين كارت شخصي بأسلوب جديد قابل للطباعة، غير الديزاين اللي هو متعرف عليه دايما بيبقى العرض هو اكبر من الطول. لكن النهاردة هنعمل مثال زي اللي امامنا على الشاشة. المثال فيه ان الطول هو اللي اكبر من العرض. هوريكم ازاي هنطبق ده مع بعض. لكن سريعا قبل ما نستكمل الدرس ونبتدي فيه، لو انت اول مرة تتابع معانا او اول مرة تتابعنا من خلال القناة، يا ريت تدوس لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كمان تقدر تتابع كل الدروس اللي نزلناها قبل كده او الدروس اللي لسه هنزلها. كمان احنا في اي درس بننزله بنكون مستخدمين ادوات مدفوعة او صور مدفوعة، بننزلها بشكل مجاني للجميع. فلو انت حابب تستفيد من الخواص دي تقدر تدوس لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تتابع معانا كل ما هو جديد على تكنو ستور. وخلونا بشكل سريع نبتدي على بركة الله نستكمل مع بعض باذن الله. اول خطوة هتروح تفتح برنامج الفوتوشوب بتاعك ايا كان الاصدار اللي انت بتستخدمه. يهمنا ان انت بس تدخل المقاسات سليمة وتبقى عارف انت ازاي هتدخل مقاساتك. اول حاجة انت عندك هنا الشاشة دي بتتكون من العرض والطول. احنا في العرض هنكتب 5 وفي الطول هنكتب او الارتفاع هنكتب 9. وتتأكد ان الوحدة بتاعتك هنا سنتيمترز مش اي وحدة تانية عشان مقاساتك تبقى سليمة. كمان لو نزلت شوية تحت هتلاقي حاجة اسمها ريزوليوشن او دقة الشاشة، هتكتب فيها 300. 300 دي ثابتة مادام ان احنا هنعمل عمل هيتبع على ورق، يبقى 300. ليه 300؟ عشان لما نيجي نصمم ونطبع على الورق ما يبقاش في بكسلة في الشغل بتاعك لما تيجي تقدمه للعميل. كمان تتأكد اخر حاجة ان انت عندك حاجة هنا اسمها color mode، تتأكد ان انت مختار فيها الوان الطباعة اللي هي CMY color مش RGB. لو RGB وجيت صممت وطبعت هتلاقي الالوان مختلفة وبايظة معاك، لكن انت عايز تعمل عمل هيتبع يبقى تختار CMY color مادام هتعمل شغل هيتبع على ورق. دخلنا اعداداتنا بالطريقة دي، هندوس create هيبتدي يجيب لنا صفحة العمل بالطريقة اللي انت امامك على الشاشة. لو جيت لاحظت هتلاقي ان في فرق جوهري ما بين الكارت اللي هنصممه النهارده وما بين الكروت العاديه اللي هي الستاندر. طب ايه الفرق ده بشكل مبسط وسريع كده عشان اوضح لكم. الكارت اللي هو العادي الستاندر اللي متعرف عليه دايما تلاقي ان العرض هو اللي اطول من الطول او اكبر من الطول، لكن في حالتنا دي هتلاقي ان الطول اكبر من العرض وهو ده الفرق الجوهري ما بيننا. طيب خلينا نبتدي على بركه الله. اول حاجه هنعمل ايه؟ هتدوس في الكيبورد على كنترول زائد حرف الار عشان يطلع لك حاجة اسمها مسطرة القيد. مسطرة القيد دي لو لاحظت هتلاقي في اعلى الشاشة في مسطرة طلعت لك، وفي الشمال او الناحية الشمال طلعت لك مسطرة. دي ايه وظيفتها؟ دي اللي هنعمل بيها حاجة اسمها الهوامش. الهوامش دي بتتعمل ازاي؟ عن طريق ان احنا هنروح على اداة الموف تول اللي هي اختصارها في الكيبورد حرف الفي، ونبتدي نيجي على المسطرة اللي هي من ناحية الشمال ونشد بالماوس خط ونسيب لما يدينا نص سنتي هينزل لنا خط زي ده. نيجي نعمل نفس الحوار، ناخد نفس الحجم عشان نعمله نفس المسافة من الاتجاه المقابل كده. احنا سيبنا نص سنتي من هنا وسيبنا نص سنتي من هنا. نفس الكلام هنعمله في المسطرة اللي فوق، لكن هنشد خط عشان نعمله من فوق، وبرضو هنسيب نص سنتي من فوق ومن تحت. نرجع نشد خط كمان كده، احنا سيبنا نص سنتي من كل اتجاه كده. ده اسمها هوامش الكارت. ايه فايدة الهوامش دي؟ باختصار بسيط جدا احنا هنصمم كل ما هو فيه بيانات او صور شخصية او شعار العميل هيبقى في المنطقة اللي احنا محدد لك عليها بالعملية السيلكت دي. ما نقدرش نكتب في المنطقة دي او نخلي حروف مكتوبة هنا او نخلي جزء من اللوجو هنا، يعني باختصار ما نقدرش ان احنا نتعدى بالانفو او الشعار الخطوط دي. ليه؟ لان انت بعد ما بتطبع في حاجة اسمها سكينة قطع. سكينة القطع دي اللي هي بتخرج الكروت من الورقة الكبيرة، يعني الورقة الكبيرة دي مثلا وليكن مثلا متصمم فيها او مطبوع فيها 50 كارت. العميل بيجي في جهاز اسمه سكينة القطع اللي بيفصل الخمسين كارت دول عشان يبقوا 50 كارت في ايد العميل. السكينة دي ساعات بترحل نص سنتي ربع سنتي وهي بتقطع. طب لو انت حاطط كتابة هنا
في المنطقة دي او احنا متعدين الخط، ممكن حروف من الكتابة بتاعتك تروح، بالتالي التصميم بتاعك هيبوظ وهتضطر تعيد من الاول، ويبقى العميل تكلف حجم الطباعة او ثمن الطباعة على الفاضي. فدي فايدة الهوامش باختصار للناس الجديدة اللي لسه ما تفهمش او لسه ما تعرفش ايه هي فايدة الهوامش. نستكمل مع بعض. اول حاجة هنبتدي بعد ما ظبطنا الهوامش بتاعتنا ان احنا نعبي الكارت بتاعنا اللون الاساسي اللي احنا هنشتغل بيه. وفي الحالة بتاعتنا دي انا هروح لاداة الرينجل تول اللي هي اختصار في الكيبورد حرف اليو، وهاجي من فوق اتأكد ان انا هنا مختار حاجة اسمها شيب مش باز، شيب عشان احنا هنرسم، واختار اللون اللي على كيفي، وليكن انا في الحالة بتاعتي هختار اللون اللي هو الدارك اللي قبل الاسود وما بين الرمادي. ثم هنبتدي ان احنا نطبق اللون ده على الخلفية بتاعتنا الاساسية. هنيجي هنا كده ونبتدي نرسم لاخر الشكل بتاعنا او نافذة العمل. هيبتدي ان اللون ينزل معاك بالطريقة اللي انت شايفها دي. كده احنا نزلنا اللون بتاعنا. طبعا انت تقدر تختار اي لون، انت مش مطالب ان انت تنفذ نفس الواني، انا مجرد ان انا بديك الفكرة. بعد ما نزلنا اللون لو جيت هنا بصيت على الكارت هتلاحظ ان اللون الاسود اللي هنا في الكارت ده في حاجة زي ما يكون مدرج، بينما هنا في التصميم بتاعنا الكارت لونه اسود دارك سادة مفهوش اي تدريج او اي خطوط. دي بتتعمل ازاي؟ دي حاجة اسمها باترن. باترن دي انا هسيب لك الملف اللي انا هستخدمه في وصف الفيديو تقدر تحمله. مجرد ان انت هتيجي عند الاف اكس وتدوس باتر هيبتدي ان هو يجيب لك الباترن بتاعك او اللي انت ضايفه على البرنامج. طبعا انا هسيب لكم الملف اللي انا هستخدمه. تبتدي ان احنا نختار الشكل التالي ونيجي هنا نخليها 70 وندوس اوكي. لو جينا كبرنا الصورة هتلاحظ ان نفس التدريج دي قبل دي بعد، ان التدريج او النقشة اللي هي في اللون اتضافت معانا زي ما هو في الكارت الاساسي اللي احنا بنصمم عليه. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نروح لاداة البين تول بتاعتنا ونختار اللون الابيض عشان واحنا بنرسم يبان الفرق. ادي اداة البين تول اختصارها في كيبورد حرف البي، ونختار اللون الابيض او اللون فاتح عشان يبان الشغل اللي انا هعمله. بعد كده هاجي في ربع الكارت وهدوس نقطة في المنطقة دي كده، وهاجي وانا داي الشيفت ادوس نقطة هيعمل لي خط مستقيم، وانا دايس على الماوس ما سبتش ايدي هبتدي ان انا احرك الماوس يمين وشمال بحيث ان انا ابتدي اعمل المنحنى بتاعي لحد ما اوصل للحجم المطلوب وليكن كده تمام. بعد كده هاجي اشيل الكتف اللي هو دوت. هشيله ازاي؟ هاجي عند النقطة دي ادوس الت في الكيبورد زائد كليك بالماوس اتشال الكتف اللي كان هنا، وهبتدي ان انا اوصلهم ببعض من فوق بالمنظر التالي. ابتدي ان انا اوصلهم ببعض كده. انا عملت شيب او شكل جديد في منحنى مستقيم من على الاطراف. ايه فايدة الشكل اللي احنا اضفناه ده؟ باختصار ده الشكل اللي احنا هنضيف فيه صورة العميل زي المثال اللي قدامنا على الشاشة. طب هنعمل كده ازاي؟ مجرد ما احنا رسمنا الشكل بتاعنا نقدر نتوجه لقائمة فايل بليس لينكد ونختار الصورة بتاعتنا، ونبتدي ان احنا نتوجه للصور بتاعتنا، وليكن انا هختار الصورة ديت بالمنظر التالي وهدوس انتر. كده الصورة نزلت لنا لكن نازلة في مكان العمل ككل. ازاي ان احنا هندخلها في المنطقة اللي هي باللون الابيض دي فقط اللي احنا رسمناها عشان نضيف فيها صورة العميل؟ باختصار وانت واقف على اللاير بتاع صورة العميل هيبقى فوق اللاير بتاعه تحتيه لاير الشكل،
اللي احنا رسمناه، لو جينا احنا وقفنا بالماوس ما بين اللاير ده واللاير ده ودوسنا الت، هيطلع لك شكل المربع اللي جنبه سهم اسود. مجرد ان انت تدوس كليك هيبتدي الصورة تختفي من جميع المناطق، لكن تظهر في المنطقة اللي احنا كنا رسمينها. وهو دي الاستفادة من الشكل الابيض اللي احنا رسمناه. احنا ممكن نكبر هنا الصورة سنة بسيطة بحيث ان احنا نوسطن الراجل في نص التصميم بالظبط. ممكن ندوس كنترول زائد حرف التي ونرجع نكبر سنه كمان ليكون كده عظيم جدا. بالمنظر التالي كده احنا نزلنا الراجل او العميل بتاعنا زي الصوره الكارت الاصلي بالظبط في المكان اللي احنا رسمناه باللون الابيض. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نرسم بالبين تول مربعات فيها شكل دائري. هنروح لأداة البين تول بتاعتنا اختصارا في الكيبورد حرف البي، وهنختار اللون اللي احنا حابينه وليكن انا هختار اللون ده، وهعمل لاير جديد وهبتدي ان انا اضيف نقطة، واجي هنا في المنطقة دي كده اضيف نقطة كمان وانا داش شيفت عشان يعمل خط مستقيم، وانزل تحتيها بشوية اعمل نقطة كمان هيعمل لي خط مستقيم، اشيل ايدي من على الشيفت وابتدي احرك بالماوس بحيث ان انا اخد كيرف بشكل دائري بالمنظر التالي. بعد كده عايزين نشيل الكتف اللي هو هنا، هنشيل الكتف ده ازاي؟ زي ما قلتلكوا هندوس الت ونيجي ندوس على النقطة ديت يشال الكتف. بعد كده هنوصلهم ببعض بحيث ان احنا نقفل الشكل بتاعنا. كده احنا عملنا اول شكل بتاعنا بالمنظر التالي. ممكن نرحله شوية لجوه او نخليه بره، دي على حسب ذوقك. بعد كده هنعمل نسخة من اللاير ده عن طريق كنترول زائد حرف الجي، او انك انت تيجي عند اللاير ده كده تشده بالماوس جنب الباسكت في علامة عاملة زي الصفحة، لو دوست عليها وسبته هيعمل لك نسخة عليها كمان. ممكن نبتدي ان احنا نحركها بالمنظر التالي. ونتأكد ان هما على نفس المستوى بالظبط عشان الشكل الجمالي. بعد كده ممكن نعمل من كمان نسخة تالتة من اللاير ده عن طريق كنترول زائد حرف الجي، او الطريقة اللي انا وريتها لكم التانية. وابتدي ان انا اسحب، اول ما يجيب لي نفس المسافة هي هيها اسيب كده انا عملت نسخة تالتة. هاجي اعمل كنترول زائد حرف الجي كمان مرة عشان اعمل النسخة الرابعة وليكن كده تمام عظيم جدا. ده المنظر بتاعنا. نقدر ان احنا نحدد عليهم كلهم كده عن طريق ان احنا ندوس شيفت من اول لير لاخر لير، ونحدد على كل الاشكال اللي احنا اضفناها ونطلعها لبره شوية او ندخلها لجوه شوية، انت وذوقك، دي حاجة راجع عليك انت. بالمنظر التالي بعد كده هنعمل، هبتدي اروح لأداة الرسم مرة اخرى، لكن في الحالة دي هختار الأداة اللي هي خاصة برسم الدوائر، وأعمل لير جديد، هروح أختار اللون الأبيض أو أي لون أنت حبه، وهبتدي أرسم دايرة. هدوس دايرة وأنا دايس على شيفت زائد ألت الاتنين مع بعض وأنا بعمل الدايرة. ليه؟ عشان يعمل لي دايرة مستقيمة أو دايرة مظبوطة. لو أنا مش دايس كده وشلت إيدي، بص إيه اللي هيحصل، هتبقى دايرة بيضاوية او دايرة مقوسة، لكن انا مش عايز كده. هدوس شيفت زائد الت هيديني دايرة قطرها سليم بيكون المنظر التالي. وهبتدي ان انا اسحب الدايرة بتاعتي في المكان اللي انا عايزه وليكون هنا كده عظيم جدا. بعد كده هعمل نسخة كمان من الدايرة دي واكررها في كل
شكل بنفس الكيفية، بيكون كده. بعد كده ممكن ندخل العيارات دي كلها مع بعض، نحدد عليها كده مع بعض، بحيث ان هما شكلهم كتير هنا ومضايقني. ممكن ادوس كنترول زائد حرف الجي فيخش المجموعة دي كلها كده مع بعض في جروب، بحيث يبقى شكل العيارات هنا نضيف ومحترم معانا. بعد كده الخطوة اللي بعد كده ايه، هبتدي ان احنا ننزل الايقونات اللي هي بتعبر عن الاتصال او الرسائل او الويب سايت او الجي بي اس. الايقونات اللي انا هستخدمها هي ايقونات مدفوعة، لكن انا هسيبها لكم، لينك للتحميل بتاعها انا رافعها لكم على الميديا فاير بشكل مجاني، هتلاقوه في وصف الفيديو. يبقى انتوا كده هتلاقوا الباترن وهتلاقوا الملفات، تقدروا تحملوها من وصف الفيديو. وهنبتدي ان احنا نروح نجيب الايقونات بتاعتنا عن طريق ان انت هتروح على فايل بليس لينكد، وهتروح للفولدر بتاع الايقونات بتاعتنا. الايقونات دي انا هسيبها لكم في الوصف زي ما وضحت لكم، وابتدي ان انا اخد الايقونات اللي انا حاببها، وليكن انا هاخد هنا رمز الموبايل، وهينزل عندنا. ابتدي ان انا اصغر حجمه بالمستوى اللي انا عايزه، وادوس اوكي، وابتدي انقله في المنطقة دي كده، ادوس كنترول زائد حرف التي لو انا عايز اغير حجمه مرة تانية ووسطنه. نفس الكلام في بقية الاشكال بليس لينكد، ابتدي اختار الايقونة اللي على مزاجي، ليكن الايقونة ديت، تنزل عندي، ارجع اعمل كنترول زائد حرف التي عشان اغير الحجم لحد ما اظبط الحجم اللي انا عايزه. اوكي، انتر، ليكن كده. طيب انا بس حابب اوضح حاجة، انا الايقونات عندي بتنزل باللون الاسود، وانا سايبها باللون الاسود لان انا حاببها تكون كده، او اللون ده هيخدم التصميم بتاعي. طيب انت في حالتك لو انت عايز تغيرها اي لون في الكون تعمل ايه؟ تيجي على اي ايقونة من الايقونات اللي انت عايز تغير لونها، تدوس اف اكس وتختار حاجة اسمها كولر، هيفتح لك النافذة دي، وهنا تقدر تغير اي لون انت عايزه. مجرد ان انا بغير اللون، شكل اللون هنا بيتغير لو تلاحظ، ودي بتبقى حرية شخصية، لكن انا حبيت اوضح لك لو انت حابب تغير اللون في التصميم اللي انت بتنفذه. نفس الكيفية هنزل بقية الايقونات، طبعا انا سرع العملية عشان وقتكو. بالمنظر التالي انا نزلت كده الايقونات. الخطوة اللي بعد كده ان انا ابتدي اكتب البيانات الخاصة بالعميل، اللي هي الانفو تايتل واسم العميل واللقب الوظيفي بتاعه. يهمني تعرف ايه اسم العميل، بيتكتب هو والارقام والعناوين بفونت واضح، ما تجيبش الخطوط اللي هي بنظام الفرانكو المشبكة، ما تحاولش تجيب ان خطوط تتعب العين للمستخدم وهو بيقراها، دايما حاول ان انت تجيب خطوط واضحة. والخط اللي تكتب بيه اسم العميل فوق هو هو الخط اللي تكتب بيه الارقام وبقية البيانات، يعني مش هنا حاجة وتحت حاجة، ده امر متعارف عليه. اسم العميل دايما بيبقى خط حجم كبير، بتحاول ان انت تكبر اسم العميل والوظيفة بتاعته، عشان اسم العميل بيبقى هو البيج بوس بتاع التصميم او هو نجم التصميم. لكن في المقابل في حاجة لازم تبقى واخد بالك منها جدا جدا جدا، ان الارقام والاسماء بقية الاسماء بتاعت الكارت او البيانات بقية الكارت بتتكتب من خط 13 الى 16، وده امر متعارف عليه في جميع انواع الكروت وانت بتصممها، يعني الخط هنا ما يزيدش عن 13 ل 16 على حسب نوع الخط اللي انت بتستخدمه. لكن الاسم بتاع العميل ليك حرية ان انت تكبره براحتك، لان هو النجم زي ما انا قلت لك، لكن بقية البيانات بتتكتب من 13 ل 16. طبعا انا هبتدي اكتب واسرع العملية بحيث وقت الفيديو.
بالمنظر التالي، انا هنا سرعت عملية الكتابة، كتبت البيانات بشكل تيست او تجريبي عشان يكون واضح الفكرة. لو لاحظت الاسم دايما خط اكبر من بقية خطوط المستخدمة في الكارت. لو لاحظت كمان الكارت اللي انا كتبت هنا البيانات الانفو اللي هنا، ما حاولتش ان انا اتعدل الخط اللبني ده ولا الخط اللبني ده عشان احمي الكلام او الكتابة بتاعتنا من سكينة القطع زي ما اتفقنا كده. ده منظر الكارت. لو جيت بصيت على الاكزامبل الاساسي هتلاقي ان هو واحد، مع اختلاف ايه؟ انا كنت قاصد ومتعمد ان انا اعمل كده. هنا الاسم على اليمين وتحته اللقب الوظيفي، انا هنا كتبته في المنتصف عشان افهمك ان انت مش مطالب ان انت تكرر كل اللي بتشوفه، المهم ان انت فاهم الفكرة فتطبق اي حاجة في الكون بعد كده. دي خطوة تنفيذ الكارت أو وش الكارت بتاعنا، وتروح تدوس سيف وتسميه A1 أو وش الكارت أي حاجة، المهم إن أنت تبقى فاهم الفرق. هيبتدي الكارت معاك يتسيف نسخة BSD ونسخة JPG طبعا، مش توديها للمطبعة. بعد كده هنرجع نصمم ظهر الكارت وهي بنفس المقاسات نفس كل حاجة. كل اللي هنعمله ان احنا هنشيل كل البيانات دي ومش هنخلي الا لون الخلفية الاساسي اللي احنا كنا مطبقين عليه الافكت في اول الدرس. و ممكن كمان نرجع بالمنظر التالي. مش هنسيب في الكارت، نمسح كل حاجة، مش هنسيب في الكارت الا الخلفية الاساسية والشكل الشيب اللي احنا كنا راسمينه في البداية عشان نضيف فيه الصورة اللي هي في الظهر الجمالية. هنعمل كده ازاي؟ اول حاجة هتروح للشيب ده، تغير لونه بس من الابيض لنفس اللون اللي احنا كنا مستخدمينه في ظهر الكارت من ورا، ليكن كده تمام. بعد كده هتروح تدوس بليس لينكد عشان تجيب الايقونة او صورة المباني زي ما هو معمول هنا. هنجيب صورة مباني وليكن مثلا انا استخدم شكل المبنى التالي، وهبتدي ان انا العب في المود كولر بتاعي. ووسطا شكل المباني في الشكل بتاعنا بالمنظر ده كده. بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل اللوجو بتاعنا، في ليكن في الحالة بتاعتي انا هستخدم اللوجو بتاعي. هروح ادوس فايل بليس لينكد، هجيب اللوجو بتاعي الشخصي، هينزل عندي بالمنظر التالي. هبتدي اصغر او اكبر على حسب ما انا عايز، وابتدي اوسطنه في نص الشاشة، اطلعه فوق كده، اطلع اللوجو بتاعي فوق واوسطنه في نص العمل او نص الشاشة. طبعا لو لاحظت هتلاقي ان اللوجو لونه اسود وانا عايزه ابيض زي الاكزامبل اللي بره. نفس الكيفية زي ما قلتلكوا هتلونه ايقونات الكارت ازاي، هنعمل في اللوجو بتاعنا FX كولر واختار اللون الابيض اللي على كيفي، هينزل عندنا بالمنظر التالي شكل اللوجو. ممكن اصغر حجمه شوية بصوت، كبر، انا دي حرة شخصية. ابتدي اوسطنه. بعد كده هبتدي ان انا اكتب الويب سايت بتاعي داخل اطار في خطوط ستروك لونها احمر. ازاي؟ هتروح لأداة الرنجل تول بتاعتك، لكن في الحالة دي هتلغي اللون من هنا، هتلغي ان انت مش عايز لون، لكن هتفعل هنا لون الستروك، هتخليه باللون النبيتي بتاعنا، وتيجي ترسم مستطيل او مربع ليكن اللي انت عايزه، واكبر حجم الستروك ليكن كده، ممكن اخليها مخططة، هصغرها كمان
كان سنة ليكن كده عظيم، نزل عندي الشكل بالمنظر التالي. ممكن انزله في المنطقة دي كده بحيث ان انا اوسطانه في نص الكارت من تحت، وابتدي ان انا نفس حجم الانفو اللي احنا استخدمناه بره في البيانات من في الوش، ابتدي ان انا اكتب ليكن test.com، وابتدي ان انا وسطانه برضو في نص الشاشة بحيث ينزل المنظر التالي. طبعا انت لو حبيت تعمل باركود زي كده، ده ممكن اعمله لكم في درس منفصل ازاي ان انت تصمم باركود للعميل خاص بيه، مجرد ما الكاميرا تمشي عليه تدي لك بيانات الكارت كلها على الحفظ على طول او الاتصال. طيب ده الكارت بتاعي، لما اخلصه انا كده انتهيت من الديزاين. هعمل ايه اخر خطوة؟ لما تيجي تدوس فايل ما تدوس سيف، لو دوست سيف هيسيف لك على وش الكارت اللي احنا لسه حافظينه، واحنا مش عايزين كده. هتدوس سيف از، سيف از عشان تعمل نسخة جديدة، سيف از مش محتاجة اكد، وتسميه A2 او ظهر الكارت وليكن، وتدوس سيف. كده انت معاك ملفين A1 و A2، ال A1 بيمثل وش الكارت و A2 بيمثل ظهر الكارت. مجرد ما توديه للمركز الطباعة اللي هيطبع لك، هيتبع بالشكل اللي انت شفته امامك على الشاشة بالمنظر ده بدون اي مشاكل في الطباعة. ده كان درس النهاردة، ما تنساش ان انت تدعمني تحت وتفرحني بلايك وكومنت للفيديو ذات نفسه. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناة عشان تتابع معانا ما هو قادم. اسف لو كنت طولت عليكم، لكن مش كلكم نفس مستوى في البرنامج، فانا بحاول ارضي جميع الاطراف. كان معاكم حسام سمير من قناة تكنو ستور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.